أهلا بحضراتكم من جديد. حقيقة في لحظات تاريخية وأوقات سعيدة جدا مرت على كل الأهلوية على مر التاريخ، محدش أبدا يقدر ينساها وما بنمحيهاش من التاريخ. في لحظة من اللحظات دي مباريات كبيرة مهمة حاسمة لعبها الأهلي قدام فرق كبيرة، سواء كانت إفريقية أو مصرية، حقق من خلالها طبعا الأهلي إنجازات كبيرة وأمجاد للنادي والكيان العريق ده اللي كلنا بنفخر إننا بننتمي ليه. زي النهاردة 4 أغسطس، التاريخ ده بنقف عنده كتير جدا لما بنذكر مباراة الأهلي والزمالك في دور الثمانية لكاس مصر 85، واللي انتهت بمانشيت في الصحف المصرية: الأهلي بعياله بهدل الزمالك بحاله. المباراة كانت صعبة، كان بيحيط بيها أجواء مش طبيعية غير اعتيادية، لأن ساعتها تم تصعيد العديد من الناشئين وإتمام معسكر للأهلي في ألمانيا تحت إشراف الجنرال الراحل محمود الجوهري، واللي وقتها طلب من الإدارة إرسال اللاعب محمد عباس للمعسكر، بس ما خدش الموافقة وقتها وحصل أزمة كبيرة. ساعتها استقال الجوهري قبل المباراة على طول، وتضامن 16 لاعب من كبار الفريق الأول بالنادي الأهلي مع مدربهم المستقيل طبعا محمود الجوهري، اتدربوا معاه في نادي الشمس محاولين الضغط طبعا على إدارة النادي. وقتها بقى قرر الكابتن حسن حمدي إيقاف اللاعبين وعدم عودتهم للفريق، وقتها برضو تم تصعيد الناشئين. طبعا بسبب وجود لاعبين صغيرين أسماء مجهولة في الأهلي، هنا بقى حصلت الأزمة، إن كل المسؤولين في نادي الزمالك بدأوا يهنوا بعض وكأن خلاص الماتش اتلعب وإن إحنا خلاص إحنا كسبانين الماتش ده. بس كمان الأكتر من كده إن جماهير الأهلي كانت بتهاجم اللاعبين الصغيرين قبل ما تبدأ المباراة، وبتوجه لهم اتهامات بالتسبب في فضيحة هتحصل قدام لاعبي الزمالك وقتها. بس الحقيقة اللي حصل على أرض الواقع كان مفاجأة، كان أغرب من الخيال. هي دي كرة القدم، مفاجآت على طول، ما بتعترفش غير بالجهد. اللقاء ده امتد 120 دقيقة، الأهلي فاز 3-2. وقتها افتتح الأهلي التهديف بعد 3 دقايق بس عن طريق حمادة مرزوق لاعب الأهلي، وتعادل فاروق جعفر للزمالك في الدقيقة 4. وفي الشوط الثاني محمد السيد اتقدم للأهلي مرة أخرى بهدف كان في الدقيقة 8 قبل ما يتعادل كوارشي للزمالك في الدقيقة 20. في الدقيقة 5 من الوقت الإضافي الأول طارق خليل كان بيحرز هدف الفوز للأهلي، والزمالك كان بيفشل في إنه يتعادل بعد ما أهدر لاعبه فاروق جعفر ضربة جزاء تصدى ليها أحمد شوبير ببراعة. قبل ما نروح دلوقتي لتقرير مع الجماهير نعرف منهم الأهلي بيمثلهم إيه، خليني أقول لكم إن الكابتن سيد عبد الحفيظ قال إن رمضان صبحي قد يغيب عن لقاء MB، ولسه هنعرف كمان تفاصيل الخبر انه سبب الغياب ان احنا نتاكد من قانونيه مشاركه اللاعب من عدمها، هنعرف تفاصيل اكتر. بس نروح دلوقتي لتقرير مع جماهير الاهلي نعرف الاهلي بيمثل لهم ايه ونرجع مره تانية. والله النادي الاهلي بيمثل لنا حاجه، يعني انا بشعر بالحب لما بروح احضر الماتش بنفسي بالاستاد، بحس انا حاجه بامانه من جوايا، ابقى فرحان من جوايا بجد، يعني حاجه بحبها. والنادي الاهلي نادي يعني نادي عظيم ونادي كبير بالنسبه لي. النادي الاهلي بيمثل لنا كل حاجه حلوه في حياتنا، وهو السعاده وهو مصدر فخر لينا في الوطن العربي وفي مصر وفي كل البلاد اللي احنا بنروحها. والله هو النادي الاهلي بالنسبه لي هو العشق من الطفوله. انا بشجع النادي الاهلي لان دي حاجه ما تتوصفش، دي حاجه في القلب. حياتي وطبيعتي والنادي اللي احنا اتربينا على نشأته وشفناه وكبرنا معاه وبانجازاته وبطولاته وكل حاجه. هو النادي الاهلي هو الحاجه الوحيده اللي تقريبا بتفرحنا في ظل الايام اللي احنا فيها دي، وطبعا عودته لينا بالماتشات الوديه حاجه عظيمه يعني. والله النادي الاهلي بيمثل لنا حاجه كتير، الفرحه النادي يعني احنا بنفتخر بيه، طبعا بيمثل لنا ان احنا في اي وقت من الاوقات بنبقى عارفين ان احنا مع النادي الاهلي دايما في تقدم وسعاده وفرح، فطبعا بيمثل لنا حاجات كتير جدا جدا يعني. كل شيء يعني هو كل عشقه الواحد من اول ما طلع الحياه وهو بيعشقه وبيحبه وبيشجعه. النادي الاهلي بيمثل لنا الفرحه كلنا للشعب المصري والجمهور النادي الاهلي كله، لانه هو نادي بطولات ونادي عظيم ونادي القرن. الاهلي طول عمره اهلي، والاهلي فوق الجميع،
والاهلي حديد من ساعه ما طلعنا من 74 واحنا نشجع الاهلي. برحب بحضراتكم من جديد. معايا دلوقتي خبر عن من وزاره الشباب والرياضه، حبيت القي عليه الضوء لانه ليه علاقه شويه بالمراه وقد ايه ممكن يكون دورها مهم ومؤثر في المجتمع وفي الرياضة بشكل خاص. وزارة الشباب والرياضة الحقيقة وقعت بروتوكول تعاون مع المجلس القومي للمرأة لتعظيم التعاون بين الطرفين واستمرار تنفيذ دوري كرة قدم في مختلف المحافظات تحت شعار لأني رجل، وده بهدف تعزيز دور المرأة في المجتمع وحمايتها من العنف. من المقرر خلال الفترة المقبلة أنه هيتم الإعلان عن التصفيات النهائية للدوري والموعد المحدد لتوقيع بروتوكول التعاون المشترك اللي طبعا بيوقعه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة. الدوري ده هيساهم في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية داخل القطاعات اللي بتشملها المنافسات، وطبعا الاهتمام برياضة المرأة وكافة الأنشطة اللي هتنفذ من قبل وزارة الشباب والرياضة في الشأن ده. وزارة الشباب الحقيقة كانت أطلقت فعاليات دوري لأني رجل بداية العام ده عشان أقيمت منافساته الأولية وتصعيد الفائزين بالتصفيات للمراحل التالية، وتوقفت المنافسات طبعا مع ظهور فيروس كورونا زي ما كل حاجة تانية توقفت. هنروح دلوقتي لفاصل ونرجع نكمل حلقتنا.